اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار. اوعى. ليه؟ لانك انت قلبت الليل نهار، شوف اللي حصل ايه. زي ما دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا للصبح وللفجر، وبعدين يصبحوا يناموا في الدرس ويصبحوا ما يعرفوش يشتغلوا. ليه؟ لان الجسم بنك، الجسم كان. ولذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدت، اطفئوها، عشان انت عايز حاجه تبقى ساكن دائما، ما فيش حاجه تهيج اي حاجه فيك. نعم كده، عشان تصبح تعمل ايه؟ عشان تصبح قوي ونشاط.